أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم واستضافة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 هذا العام يعد إنجازا رياضيا وحضاريا واقتصاديا لمملكة البحرين، ويؤكد حضورها العالمي والمميز في سباقات رياضة السيارات. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن بلغ الفخر والاعتزاز باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الكبير سنويا، مشيدا بالكوادر الوطنية التي أسهمت في هذا النجاح المتميز والمشرف، ومتمنيا استدامة التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا معاليه لأن نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة السباق بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يؤكد ثقة العالم بما تمتلكه البحرين من إمكانيات.